نورا لا تحاولين تتشطرين علي، ترى ثوبك مكشوف. انا ادري ان انت تبي تبينين حق عبد الله والكل انك انت طيبه ومسكينه، بس بالصدق انت اخبث وحده، والدليل اللي صار امس. انت شايفه كذي؟ اوكي كيفك؟ انا ما عندي مشكله. لا حبيبتي انا عندي مشكله، ومشكله كبيره بعد. انا بيش تعتذرين عن اللي صار امس وتوعديني بعد انه ما يتكرر. اي لا لا نورا غلطانه، لازم تعتذرين حق عمتك صمود لان زوجك نام عندك. ترى اللي سويتيه هذا جريمه لا تغتفر. غصبا عليك عمتك صمود، بعدين انت بالذات صوتك ما بيسمعه. ليش صمود الحين انا صافه معك ضدها تسوين فيني كذي؟ ليش حبيبتي؟ انا ادري هني انكم كلكم ميتين ومقهورين وتكرهوني وتبوني اطلع من البيت، بس اقسم بالله اني انا ما راح اخليكم تتهنون ولو ساعه واحده. تعالي، ما يصير تين تقولين الحكي اللي تبين تقولينه وما تسمعين الرد. ريم خلاص ما له داعي، خليها تروح. شوفي حبيبتي، مو لان البيت هذا صار باسمك تحكمين فينا مثل الالعاب. لا، البيت هذا ما صار باسمك الا بعد موافقتي انا ونورا. بعدين ترى انت عايشه من خيرنا. بعدين بقول لك شغله، ترى احنا بدال البيت نقدر نجيب قصر نقعد فيه معززين مكرمين وما في وحده مثلك تنكد علينا. لا حبيبتي، انا عايشه هني من خير زوجي مو من خيرك. بعد اللي يكون انت حاطه في بالك اني انا راح اهتم بالكلام اللي قلتيه، اصلا انت بكبرك ما تهميني وموضوعك ما يهمني. بعدين في شيء حطي في بالك، عبد الله مستحيل يفكر فيك عقب اللي هو سواه فيه، يعني مخليك هني بس علشان ولدك فيصل، مربيه لا اكثر ولا اقل. حالك حال حميده. سمعتي الحقيره ايش قالت؟ انا ما ادري انت ليش تردين عليها اصلا، كلام فاضي ما له معنى وقالته، ليش تردين؟ بعدين انا بفهم الحين هي قاعده تحاكيني انا، ليش تدخلين بينها؟ انا اعرف ارد عليها واقف عند حدها. صدقين عاد انا الغبيه، انا الغلطانه دافعت عنك. يا حبيبتي يا قلبي انا ما قلت غلطانه، بس انا ما ابي مشاكل، ما ابي الامور بينكم توصل لهالدرجه. الحين اهدئي شوي عشان في موضوع مهم بقوله لك. شنو الموضوع؟ اهدئي بالاول. خلاص هديت، شنو الموضوع؟ زين سمعيني، ابوي يبيني اروح للبيت وانا بصراحه خايفه، حاسه ان ابوك قاعد يضغط عليه. ابوي طبعا يبي يرتاح، وحاسه ان راحته هذه راح تكون على حسابي انا. شلون يعني على حسابك؟ ما ادري، يعني مجرد احساس، والشيء هذا هو اللي مخليني متردده اني اروح للبيت. لا تروحين له. شلون ما اروح له؟ هذا ابوي، وبعدين اذا ما رحت له راح يرد يدق علي مره ثانيه. خلاص روحي له شوفي ايش عنده وتعالي قولي لي. يعني انت شايفه كذي؟ اي روحي حق ابوك شوفي ايش يبي، بس مو يضغط عليك باي موضوع توافقين. انا اعرفك غبيه، اخذي من الحكي وتعالي قولي لي عشان افكر عدل. ان شاء الله. روح اطق هذيك. تعالي وانا نازله انا اللي بطقها لك. خلاص خلاص كبدي، شفت شلون كلمني؟ خلاص ما ابي مشاكل. يا صمود الله يهداك، هذا انا داق عليك 10 مرات ما رديتي، شو السبب يا باي؟ لانك واحد متهور وما راح اتعامل معك مره ثانيه. يكفي المشاكل اللي صارت ولا نسيت امس؟ ام صمود المفروض اللي صار ما يصير، بس شهد الله يهداها عقب ما طاحت علينا فست كل شيء وصار اللي صار. قلت لك خلاص ما راح اتعامل معك، ولو سمحت ما ابي اشوف رقعه وجهك هني مره ثانيه، فهمت؟ مفهوم، ومن عيني هذه قبل هذه. بس ابي كمبيوتر ابو شهد، واوعدك انك ما تشوفين رقعت وجهي كلش. اشوفك انت حتشه بثقه. اكيد بتكلم بثقه، انا يا ام صمود يا عزيزتي يا الغاليه، اذا ما جبتي لي كمبيوتر ابو شهد الحين واشيك عليه واستفيد منه اللي انا ابي، ترى بنفسي راح اروح واقول له عن كل خططك وكل تدابيرك شنو سوينا. وبيت النازل اذا ابو شهد درى راح يقضبك الباب، راح يقول انت طالق. انا ما اعتقد انه طالق يوزلك، فقوم يبي لي الكمبيوتر ابغى. وينك مختفي وما تبين؟ أنا اللي مختفي وما بين؟ أنت اللي وينك؟ يا أخي مرة ودي رن تليفوني ألقى اسمك على الشاشة، أنت
دائما انا اللي اسال، انا اللي اتصل، انا اللي ابادر. حسسني ان انا رفيجك. صح، معاك حق. يبقى حقك علي. يا اخوي انا ما اشرح عليك الا لان اعزك، وانت تدري بمكانك عندي. حبيب. المهم قل لي شو اخبارك مع حريمك الاربعه؟ والله انا بدوام ما عارف شلون اطلع منها. يعني انا تزوجت نوره وريم علشان العائله لا تتشتت، بس كل هذا على حساب سعادتي وسعادتهم. كل يوم مشكله، كل يوم لويه، مو عارف شو اسوي. تتزوج اربع حريم ما تبي مشاكل؟ عادي. وانا تزوجت على كيفي يعني. ادري ادري انك انحطيت تمام الامر الواقع، بس خلاص حاول تعايش مع الموضوع. تي وين المشكله؟ مشكله مو فاهم نفسي، مو عارف شلون اتصرف. يعني يوم تلقاني انا احب صمود وبيرضيه باي شكل من الاشكال. يعني ابي الثلاثه ذلاك يختفون، بس فجاه تصير مشكله والحسابات كلها تتغير. والمشكله الثانيه شنو؟ علاقتي بصمود مو نفس قبل، مو صمود هذا اللي كنت احبه وحاربت علشان اتزوجها. ما ادري، مو حاسب نفسي، احس نفسي يعني دخلت نفسي بمشكله مو عارف اطلع منها. ما ادري ايش اسوي. هذا مشكلتي باختصار. عندك حل؟ متزوج اربع حريم وتبي حل؟ انت حلك عند رب العالمين. بس يبا ايش هالكلام اللي تقول الله يهداك؟ شلون تبيني اتنازل عن نص حصتي انا وعيالي من الورث لابو ريم؟ على اي اساس؟ الحل اللي قلت لك عليه هو المناسب. مو عشان ابو ريم يتركني بحالي بس، لا، عشان زوجك عبد الله بعد. الريال مو ناوي يترك عبد الله بحاله، يبي ينتقم منه. وانت تذكرين قبل كم يوم لما دش البيت وما شاف ابو ريم، لو شايف عبد الله كان ذبحه. ليش هو اللي دش البيت ما كان حرامي؟ كان ابو ريم؟ ابو ريم، وهو اللي قال لي بنفسه. الريال مصمم على الانتقام لانه معتقد ان عبد الله هو السبب في المصايب اللي طاحت على راسه. انا قاعد احاول اقنعه، انت وريم كل واحده فيكم بتتنازل عن جزء من حصتها من الورث، حصتها وحصه عيالها، وبالطريقه هذه نتخلص منه ومن شره. يبا الموضوع مو بهالسهوله. اذا انا وافقت ريم مستحيل توافق، وحتى اذا ريم وافقت شو اللي يضمن لك ان عبد الله يوافق؟ عقب ما انتهوا من حصر الورث انت وريم صرتوا مسؤولين عن حصصكم وحصص عيالكم. يعني ما في شيء يمنع انكم تتصرفون بالطريقه اللي تشوفونها مناسبه. لا تعقدين الامور يا ايوب. سمعي كلامي، انا اللي يهمني مصلحتك ومصلحه زوجك. قولي موافقه خليني اقعد مع الريال واتفاهم وياه. لان الريال اذا ما حصل على الاقل جزء من خسائره ما راح يسكت. انا ابوك واعرف مصلحتك اكثر منك. والله ما اخذ راحتك يا شهد في هالبيت. ما تردين؟ سعد ايش يبي منك؟ سعد كان يبي فلوس، بس انا طردته او قلت له ايام وياك اشوف رقعه وجهك هني مره ثانيه. انا بروح الصالون، تروحين معي؟ لا تعبانه اليوم، برتاح. شكلك للحين متضايق بالموضوع. اكيد بتضايق. ضايقت زيادة ما شفت سعد. ما عليه يا شهد، أوعدك ما راح تشوفين سعد مرة ثانية هني، بس أرجوك أرجوك لا تعلمين أبوك بالسالفة. أنا بروح الصالون. الله العظيم. الو ها نوره، بس ايش صار معك؟ توني طالعه من بيت ابوي، نص ساعه بالكثير واكون عندكم. اوكي حبيبتي، باي.
شنو هذا؟ هذه حق مدام صمود. إذا روح المطبخ. ثواني وردت لك. وليش ما تخلين حميدة تودي حق صمود؟ قلت لك ماني متأخرة عليك. ثواني ونازلت لك. زين شنو داخل تشيس؟ دام انتي بتودينا بنفسك الظاهر في شيء مهم. لا تصيرين ملقوفة زيادة عن اللزوم. مو كل موضوع لازم تعرفينه. ماني متأخرة. هلا نورة. هلا حبيبتي. هلا مها، شلونك؟ الحمد لله تمام. ها وين كنتي؟ كنت عند ابوي. على فكرة صمود امس كانت تبسوي مشاكل عشان ما تخلي عبد الله ينام دارج، بس لا تحاتين انا تصرفت. شلون تصرفتي؟ كانت تبيني امثل واكذب اني مريضة عشان عبد الله يهتم فيني ويجابلني عشان ما ينام دارج، بس انا طردتها ودزيت مسج حق عبد الله عشان صمود اذا بغت تسوي شيء عبد الله يعرف انها تكذب. شنو عبد الله ما قالك عن المسج؟ اي اكيد قال لي. عيل شلون؟ عنتنج. صمود. هلا خالتي. خالتي ليش تعبتي نفسك؟ بصراحة صرت ملقوفة شوي وعرفت ان هذا تستحق الحمى، فبعرف السالفة منك. ما ادري خالتي، يعني انا حسيت بدوخة ولوعة فقلت يمكن اكون حامل. انزين ما انا رايحة لما نعرف النتيجة. انا ناطرة تحت. ان شاء الله. استغفر الله العظيم. صار أبوي شكله بيورطني ورطة كبيرة. أبوك يبي نص الورث اللي لي ولعيالي، وملزم إنه ينتقم من عبد الله ويبينا نسكته بالفلوس. أنا كنت متأكدة إن أبوي هو ورا السالفة هذه. أنا بعد قلت كذي، بس شو الفرق؟ النتيجة في النهاية واحدة. لا لا حبيبتي، انسي الموضوع بكبره. ما حد فيهم يقدر يجبرنا نسوي شيء إحنا ما نبي نسويه. أنت تدرين أنا شو اللي مخوفني؟ اللي مخوفني كلام أبوي. ترى اللي دش البيت من يومين هذا ما كان حرامي، كان أبوك، لكن الله ستر إن حميدة شافته عشان كذي نحمش. لا، الوضع هذا ما ينسكت عنه، لازم نتصرف. شو نسوي؟ تعقين نقول حق عبد الله؟ مو أخاف إذا ما قلنا له يظن إن إحنا متآمرين عليه. لا، عبد الله ما ينفع نقول له الموضوع، راح توتر العلاقة بيننا مرة ثانية. الله يسامحك يا يبا، مطيحنا من مصيبة لي مصيبة، ليش كذي؟ أنا ودي أعرف أنت إيش قاعدة تنطرين؟ أنت إيش فيك الله يهداك؟ ما فيش صبر خمس دقايق؟ ما عندك مشكلة بس بفهم ليش؟ بشرين. حبيبتي حبيبتي ألف مبروك ألف مبروك. حبيبتي خالتي الله يبارك فيك. ترى أنا ما حبيت تمشي مثل أطرش بالزفة. أبي أفهم على شنو مبروك؟ صمود حامل. وانت صاعد الدري شوي شوي. إن شاء الله خالتي. وانت شفيك من دريتي صمود حامل طنقرتي علامك. بالعكس اصلا انا وايد مستانسه ان عبد الله بيصير عنده ياهل. واضح. بس انتي وايد مستانسه، يعني ما توقعت كذي. لو علي بخلي عبد الله يجيب من كل وحده فيكم
10. نورة وريم والصمود ممكن، بس أنا ما أظن. ليش أنت إيش ناقصك؟ أنا إذا بتم طول عمري كذي ما أظن عبد الله بيفكر فيني. حبيبتي ما عليك إلا العافية. العلاج الطبيعي اللي قاعد تاخذينه أنت في المستشفى بيخليك أحسن من أول إن شاء الله. الله يسمع منك يا خالتي. يلا عاد لا تنقرين كذي، ترى ما أحب اللي يبوز. على أمرك خالتي. ولو إنها مو من قلبك بس يلا بطوفها لك. يلا خل نروح المستشفى عشان نلحق على العلاج. شوي 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 احنا من اليوم ورايح ما بيك تسوي شيء. واي عبد الله تبالغ. اللي تبينه انا راح اسوي شكل. شوي 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 واي عبد الله ذكرتني ببراك، شنك من مسلسلات تركيه. تشويش لو قايله مهند يحيى كان استانس اكثر. انت شايفه وجهه عبد الله؟ لا تغلط على براك، ترى ما ارضى عليه. صمود شويش ترى غار. انزين ايش رايك بالاسباني؟ اما انا مو رومانسي. ويقولون الاسباني ما يعرف يحب كهو الزينه قدامي. لا لا جد يعني صدق انا وايد مستانس، يعني مو مصدق يعني انها بطنك فيها. انزين انت شنو تبي؟ ولد ولا بنت؟ تبيني صدق صدق صدق؟ انا ودي ولد، بس اللي من الله حيا الله. انزين ما تبي بنيه مزيونه مثلي؟ خاب احبها اكثر من يا ويلك. بنيتي. بسم الله. للطحين. شوي شوي خالد شوي شوي. انت قاعده تركضين بسم الله عليك، ايش فيك؟ شوي شوي. الحمد لله باجي بس جلستين علاج طبيعي وافتك من هالسالفه. إيه الحمد لله. وين كنا وين صرنا؟ بالاول كان عبد الله يهتم فيني ويجابلني، وهو مرات يوديني المستشفى، الحين ما يدري عني. عبد الله مسكين الحين اكيد لاهب الشركه، وانت عارفه شغل الشركه يهد الحيل. انا ما قلت شيء بس. بس شنو؟ ما تتكلمين تخشين علي؟ ترى انا ام راشد. هو وعدني انه راح يعاملني مثل ما يعامل باجي حريمه، بس الظاهر طلع كلام من عقب الحادث، مجرد تعاطف مو اكثر. لا يا مها، لا انا ولا عبد الله ننسى انك انت انقذتي حياته في يوم من الايام. حتى عقب ما حملت صمود؟ أنا بفهم إيش دخل حمال صمود بعلاقتك فيه؟ إيه بس أنا أحس إنه من عقب ما حملت صمود هو ما قام يشوف أحد غيرها. الله يهداك يا مه، أنت زوجته مثل ما صمود زوجته، وباك إن شاء الله بتحملين وبعاملك مثل ما عامل صمود. يا ريت هالكلام صحيح يا خالتي، يا ريت. ولو إني متأكدة عبد الله مستحيل يفكر فيني. عبد الله ولدي يا مه، وأنا أعرف عدل، وباكر أذكرك. يما شوي شوي واللي يسلم عمرك، من شوي طحت الطايحة شايدة. شوي شوي مسكة يا ودة عدل. خليهم خويا هال بعد شنو؟ ما يسمعون الكلام. ورد؟ عليك وعلي. هاتش خفي ما بي.
وي زعلت عمري، يعني انا الحساسه. شوف الله علينا. هاي حبيبي، شكرا. وبس هذا؟ الله، تدري ايش كثر احب الدبه؟ صدق تستاهلين. انزين هذا الدب حقي ولا حق اللي ببطني؟ يعني هالفتره حقك على ماي. لا حبيبي، ما راح اعطي حق احد حقي. امبي عبد الله شكرا حياتي، والله تدري وايد احب الدبه. ايش فيك ترى غار انا؟ صدق؟ انا بعد احبك. وانا بعد احبك. استانسه؟ صمدو هذه لعبتها صح، مو مثلي ومثلك أغبية. واحنا شنو يعني بالله كان بيدنا نسوي؟ انا بس حبيت اقول لك، ترى على فكره هالخبيثه هذه راح تستغل الوضع وراح تخليه يوخر عنا قصبا علينا. واي واي يمه، منك الواحد من غث تجيني تغثينه زياده. تغثينه زياده؟ يعني انت الحين مو منغثه ها؟ والله ابوك دق ولا لا؟ دق علي باليوم 3-4 مرات ولا رد علي. بعد انت شايفه الوضع، أنا مو ناقصني مشاكل زيادة. والله صادقة. والله أنا خايفة على عبد الله من أبوك. أبوك إذا فقد الأمل، الله العالم إيش بيسوي فيه؟ الله يستر بس. عبد الله حبيبي، بقول لك شيء. قولي. ترى محمد زعلان عليك. أوف. أنا ما أرضى على زعل محمد، لا محمد ولا أم محمد. لا، أمه ما لك شغل فيها، هو زعلان عليك. قول إيش فيه؟ يعني بصراحة هو صار له كذي كم يوم قاعد ينقذني، يقول لي ماما ما يصير، عيال عمي ورثهم أكثر مني، هم عندهم ملايين وأنا ما عندي. أنت متأكدة إنه هو اللي قايل لك مو أحد ثاني؟ لا شوف، أمي ما لها شغل بالموضوع. حبيبتي أنا بفهمك شغلة واحدة. ترى كل اللي أملكه حقك انتي وحق محمد. عبد الله حبيبي ادري، بس انا اقول لو لا سمح الله يعني صار فيك شيء، لو لك طولة العمر، انا ولدك شنو نسوي؟ يعني اكيد هما راح تكون حصتهم اكثر منا، وبعدين نوره وريم مو محتاجين. بصراحة ما فكرت فيها. يعني انا ولدك اللي راح ننظلم. زين انتي شنو تقترحين؟ شو اسوي؟ يعني أنا أقترح إنك تدخلني شريكة معك في الشركة. شريكة بالشركة؟ يعني تسجلي نسبة من الأسهم، وشوي شوي كذي يزيدون. قصدك الأسهم اللي باسمي صح؟ إي. حاضر. أصلاً ما طلبت شيء أنت. بعد عمري عبد الله، الله لا يحرمني منك، قول آمين. زين ممكن طلب؟ إي. ممكن أكلم محمد بكلمة راس؟ اوكي. حبيبي محمد، ما يخالف يعني تخفف النغزات اللي ببطن امك، لان كل نغزه فيها فلوس. حبيبي محمد، مالك شغل في ابوك، سوي اللي تبي. ايش رايك بالمطعم؟ رومانسي؟ ينن. عليك بالعافيه. الله يعافيك. واي واي عبد الله، مو قادرة أتحمل العوار اللي ببطني. ما شاء الله ولدك وايد يتحرك. أنا حاسة ولدك راح يطلع يشبهك، راح يطلع حلو وحنون مثلك. بس عبد الله أنا ما أبي ولدي يعيش هنا، أبي يعيش بعيد عن الناس عشان ما ياخذونه مني. عبد الله ليش ما ترد علي؟ إيش فيك ساكت؟ عبد الله حاجني، ايش فيك ساكت؟ حبيبي انت زعلان مني؟ انا زعلتك بشيء؟ عبد الله رد علي، ايش فيك؟ ليش ما ترد علي؟ عبد الله انا مها اللي تحبك وايد. عبد الله تكفى رد علي.
هلا عبد الله. جمانة قالت تبيني خير. أي خير؟ اسمعني، إذا ما عاد عندي أي تفسير منطقي على الموضوع راح أعتبرك خاينة، فهمت ولا لا؟ تفسير شنو؟ هلا والله حبيبي. عشت. تفضل، هذه فلوسك مثل ما طلبت. كاش طال عمرك. ما قصرت يا أخوي. حبيبي هلا والله. عساك على القوة. حبيبي. إن شاء الله ما يكون هذا آخر لقاء بيننا ولا آخر تعامل مع بعض. إن شاء الله، نتمنى هالشيء هذا. ما قصرت. نتمنى حبيبي. أكيد الفلوس كاملة. رفع عليك. ما يحتاج أحد من وراك. رفع عليك، رفع. عساك على القوة. حبيبي. عشت. حياك، حياك يا هلا 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 والله. أنت شنو ما تفهم؟ أقول لك مقدمين أسعارنا بس منزلين أسعار، يعني مسويين كوبي بس من أوراقنا ومقدمينها. يعني افهم من كلامك انك تتهمني ان انا سربت المعلومات عدل؟ صالح ابيك تركز معاي، انت مو بس معطيهم المعلومات، انت قدمت العرض وقدمت لهم نفس العرض. انا بعرف شغله، انت مو طول عمرك تشتغل بهالشركه، مو خيرك منها، مو انت الوالد واخواني كانوا يثقون فيك؟ ايش حق اخترتني انا ها؟ ايش حق اخترتني؟ على بالك ضعيف تطوف علي؟ بس انا كنت حاسب حساب اليوم، كنت ادري ان واحد فيكم راح يخونك. علشان كذي خليتهم يجيبوا لي كل العروض اللي تقدمت. ما تحكي، رد علي قول لي اي شيء. قول ايش تبيني اقول؟ انت حتى ما اعطيتني مجال ادافع عن نفسي. اي مجال؟ شلون اعطيك مجال؟ العرض اللي قدمناه ما حد شافه غيري انا وياك. صالح قاعد تحكي. صالح لا تروح، قسما بالله ما راح اخليك. انت ضيعت علي الشركه والصفقه. انا اعلمك، هلا سلوى حبيبتي. هلا حبيبتي. بقول لك موضوع بس راح يزعجك وايد. شنو فيه؟ قبل ما اقول لك كوني متاكده ان انا هالموضوع ما لي علاقه فيه نهائيا. اي موضوع تحكي؟ جاسم يا ريم، جاسم. ايش في جاسم؟ جاسم قرر انه يروح حق زوجك عشان يطلب منه انه يطلقك. صدقك انتي؟ اي من صدقي. سلوى أنا ما لي علاقة بهالموضوع، أنت اللي وهقتيني وأنت اللي بتطلعيني من هالورطة. كل اللي أقدر عليه إن أنا الحين راح أخلي زوجي يدق على جاسم وخليه ما يقابل زوجك. سلوى، إذا ما تصرفتي وطلعتيني من هالسالفة هذه أو خليتي ريلك كلمة ما راح أكلمش طول عمري. خلاص يا ريم ماشي، الحين أخلي ريلي كلمة. الحين كلمي ريلك وأنا بتم معك على الخط وشوفي حل حق هالموضوع. هلا ريم. لحظة، من تحاكين؟ لحظة، شفيك انت؟ شفيك اي سلوى ما رد عليه؟ شوفي انت اللي حطيتيني بهالمصيبة وانت اللي بتطلعيني منها، فاهمة ولا لا؟ مصيبة شنو؟ كرهتيني؟ سكتيت الثانية اللي فيني مكفيني، ناقصتك انا. ابيك تروح للحين وما ترجع الا انت وقايل له، ترى معتمدة على الله ثم عليك. انا بس لو عارفة انا حصل وين الاقيه الحين. سمعتي بذلك؟ تطمني، قلت لك خلاص الموضوع عندي. خلاص ماشي، إذا رد عليكم دقي علي ضروري قولي لي، تكفين طلعيني من هالمصيبة هذه. ماشي، تامرين أمر، خلاص أوكي. ماشي حبيبتي، يلا مع السلامة. ريم شفيج؟ طمنيني شفيج؟ جاسم يبي يروح حق عبد الله يقول له يطلقني. طبعًا شو بيتخيل عبد الله؟ ان انا وجاسم متفقين انه هو يطلقني جاسم يتزوجني. لا هذه صدق مشكله. زين وسلوى شنو دورها بالموضوع؟ هي تقول انه ما لها شغل، ولنفترض ان كلامها صح، السالفه طلعت من عندها هي. إيه؟ يعني انا عادي يعني قاعد اسولف حق رفيجتي مشكلتي، بس ما توقعت انها هي تدش بحياتي الشخصيه كذي وتخربها. استغفر الله. تعال ماما يلا نام. والله وقربت نهايتك يا ريم. وما عرفت ليش عبد الله طرد صالح من مكتبه؟ الصراحة لا، بس أول مرة بشوف مسيو عبد الله معصب هيك. أول مرة بشوفه معصب على مسيو صالح، شيء مش طبيعي. والله ما يندرى الصاير، أكيد صاير شيء شايد ولا ما يعصب هالعصبية، عرفه ولد خالتي وعرفه زين. الله أعلم. زين بشوفك اليوم.
قولي لي شنو ظروفك؟ بدك تنطرني تخلص شغل؟ يا حياتي يا حضنتي، إذا أنا ما أنطرك من ينطرك؟ أنا مستعد أنطرك العمر كله يدلي أنا. طيب ما قلت له وين بدك تظهرنا؟ نلتقي ببيتكم. بيتنا؟ عادكم في البيت بيش شنو يعني حياتي؟ عادي، لأن أنا بشوف أبوك وبشوف أمك، أبي أقعد وياهم بسولف لهم كم موضوع عندي إياه. موضوع شو؟ عاد مو شغلك أنت بموضوع شو لكن خليهم هم يفهمونك، أنا هي بعدين راح تفهمين كل شيء، ماشي؟ سعد أنت على طول بتفاجئنا. أنت شو قصتك معي بالضبط؟ ما عندي قصة ولا حاجة، شو فيكي أنتي أكلتيني بأشوري مثل ما يقولون؟ يا عمري يا حياتي أنا بي أقابل أمك وأبوك وأبيهم بموضوع وهم يقولوا لك، أنتي لا تكونين عجولة، طلع العجلة من الندامة حياتي أنتي. لبكتني عن جد، بس تعرف شي؟ أنت إنسان مش طبيعي، بتعقد. عساك يا رمد لك هيوس. يبقى عارفه يبقى اقول ايش فيك. ايش تبين اقول لك؟ ايش تبين اقول لك يا شاهد؟ اقول لك ان عبد الله يظن ان انا خنت الامانه. واني انا سربت معلومات عن عرض قدم لاني مناقصه كبيره. مفروض هالمناقصه ترجع الشركه. بس مع الاسف يا بنيتي. مع الاسف فجأة ينسون تاريخك كله معهم وتعبك واللي سويته لهم طول هالسنين ويتهمونك انك حرامي. مشيت علي المكتب لقيته مجهز لي التهمة ناطر يواجهني فيها، حتى ما اعطاني فرصة ادافع عن نفسي لان اتهامه لي كان واضح، يعني مهما تكلمت ما راح يقتنع. من المناقصة هذه ما حد يدري فيها إلا أنا وهو. فأنا متهم الأول في نظره. لا يبا، أنت مو الشخص الوحيد المفروض يتهمه. ما فهمت كلامك. إيش تقصدين؟ فهميني. يبا يعني أقصد أكيد في أحد ثالث شاف العرض. وهالشخص يمكن هو اللي سرب المعلومات. الشخص الثالث هذا شلون شاف العرض؟ يعني حتى العرض انا مو حاطه بكمبيوتر الشركه، وكمبيوتر البيت ما حد يدخل عليه غيري انا. يبا بس كمبيوتر الشركه عليه باسورد صح؟ طبعا يكون عليه باسورد بنيتي. ولابتوب اللي بالبيت؟ يا بابا قاعد اقول لك لابتوب اللي بالبيت ما حد يستخدمه غيري. انت عندك شيء بتقولينه؟ تكلمي يبا. لا يبا ما عندي شيء، بس قاعد افكر وياك يعني بصوت عالي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أغاب الأستاذ عبد الله؟ عفوا، مين حضرتك؟ أنا جاسم عمر. وبخصوص شو بدك تقابله؟ موضوع شخصي. أوكي ثواني بس. أمسي عبد الله، في حدا اسمه جاسم. جاسم عمر. جاسم عمر بده يشوفك. ما قال لي، قال لي إنه الموضوع شخصي. جبانة خليه ينطر شوي، أنا وايد مشغول. اوكي مسيو تفضل ارتاح. اسمعني، ابيك تشيك وتدقق على كل المعاملات الماليه اللي لهم علاقه بصالح. هذا بالنسبه حق المعاملات القديمه، اما المعاملات الجديده ابيك توقفهم وتجيبهم عندي علشان انا اشيك عليهم. حاضر يا فندم، تحت امر حضرتك زي ما حضرتك شايف. تقدر تروح الحين. شكرا. هذا اللي يرد الروح. طيب اي واحد المستشفى ولا المستوصف ويقول والله انا فيني كحه، يقول هاك يبا انا علاجك، خلينا نشوف شلون تصير فيه كحه. واحد في مرض يزيد منه. اوه لبني حتى
قلتها لي هلا باللي إلي هلا بدل العمر هلا هلا إيه هذا الحجي هلا نواط هذا اللي يرد الروح هلا هلا حياتي يا كل كلي أنا هلا عمري هلا شهودة قلبي أنت أحقر إنسان شفته بحياتي إحنا متفقنا إنك ما تأخذ شيء من لابتوب أبوي يا حياتي يا شهود يا عمري أنا أنت لا تكوني مستعجلة ومتسرعة بس أنا كل اللي أبي أقوله لك إن أنا يعني لا تقولي شهودة تكلم معي عدل أنا بس حبيت أقول لك إن رح أقول كل شيء حق أبوي كل اللي قاعد يصير بينك أنت وفاطمة قولي علمي يعني بتهددين انت انت قولي وانا بقول عن كل اللي صار بينك قلتي احنا ما كان بيننا شيء اصلا لا يما في بيننا اشياء وايد صارت بس انت يا ناسيه او تناسين لا ما نسيت يا سعد لان اذا كنت ناسيه حبيت اذكرك نسيت يا حياتي يا كل كلي انا اللي قضيته بالعصير ايش قصدك قصدي واضح سمع شهود اقصد شهد عشان تعرفين باني انا جدي لما قلت شهود اعرف اني قاعد غشمر اما الحين شهد سمعي اذا شفتك في يوم او سمعت احد يتكلم ويقول عن الموضوع اللي انت تعرفينه ما راح تلومين الا نفسك لان تعرفين ايش راح اسوي فيك وتعرفين شنو انا ماسك عليك مستمسك ماشي يبا اهدم حياتك واخربها لاخر رمق بحياتي ماشي يا هلا بريحة هلي انت وانت بعد لا لا أكيد قاعد تكذب يبي يستفزني عشان ما أتكلم حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سعد مسيو جاسم بعتذر منك اليوم مسيو عبد الله كتير مشغول مو مشكلة إذا بتحب فل هلا وأنا باخذ لك موعد تاني لا عادي أنطرها هلا إذا وجودي هنا كان يضايقك لا بالعكس بس أنا حكيت هيك عشانك أنت لا ما في مشكلة أنا الموضوع اللي أتكلم فيه يستاهل أني أنطره لآخر الدوام أها مثل ما بدك سيما أنا مو فاهمة قصدك يعني أنت ليش ما تبيني أعلم عبد الله بالسالفة؟ أنت مو بفين الريال هي بيروح لو طلب منه إنه يطلق ريم؟ إيه أنا هذا اللي سمعته من نورة وريم عايلش حق تدخلون بالعكس الصدمة شيء أقوى إيه والله يما معاك حق بس يعني أنا قلت أستقل الموضوع كذي يعني مو بس أقول له عن اللي صار شلون يعني؟ يعني أنا ودي إني أقول له إن نورة وريم مرتبين الموضوع مع بعض يعني هما عندهم علم والله إنك مو هين عافية عليك الحين بس بديت تفكرين صح اي طبعا تبيني اخليهم ياخذون عبد الله مني وتم انا كذي ساكته راح اسوي المستحيل عشان اطلقهم وما اكون انا صمود اذا ما افتكيت منهم واحده ورا الثانيه اي طبعا لازم تصيرين قويه عشان تاخذين حقك منهم اوف يا ربي يا نينتني هذه كل شوي تدق منو قاعد يقول لك يما شهد هذه اقول صمود روحي الحين خليني اشوف ايش تبي وارجع اكلمك يلا اوكي باي باي السلام عليكم وعليكم السلام بشر لحظه خلينا ناخذ نفس قول رحت للبيت ورحت للشغل وما لقيته لا فوق هذا مسكر جهازه وما يرد عن نفسي انا سويت اللي علي اكثر من كذي ما اقدر وانت تتوقع نفذ اللي انت قلت له عليه وما راح يروح حق زوجها؟ ايه لانه يوم كلمني كان قاعد يجهز نفسه بيروح عنده وحسيت من كلامه نجاط تدري شلون؟ خليه يروح و
وليش الحين غيرتي رايك؟ انا ما ادري ليش هي متمسكه بزوجها بهالطريقه هذه، ما يبيها خلي يطلقها، ويمكن يكون اصلا هذا حل لها. انا بسال سؤال صغير وانت جاوبي عليه، برايك ليش ريم موتها تتطلق؟ لانها غبيه. والله انت الغبيه، لو ما تحبها كان حاولت انها تتطلق منه. مو عشان كذي قاعد اقول لك انها غبيه، ايش تبي بواحد حاط على قلبه اربع حريم وهي عندها همشة فلوس ومو ناقصها شيء والف واحد يتمناها. اي بس مو بهالطريقه يا سلوى، ما توصل لدرجه ان جاسم يروح عند زوجها ويطلب انه يطلقها. مو يا حبيبي، لان جاسم فكر كذي، يدري انها متزوجه على الورق وبس. انا عن نفسي ما اقدر افتي بهالموضوع ولا اتكلم اكثر، كل اللي اقوله سبحان مغير الاحوال. وتدري شلون؟ انا راح اطفي جهازي لانها بطت راسك اليوم الدقدق، واللي يصير يصير. شلون تسوون كذي؟ شلون تأمرين على رأيك مع واحد مثل هذا؟ مو على أساس خلاص غيرتوا رأيكم؟ ما راح تستغلون المعلومات على لابتوب أبوي؟ شهد، شو السالفة فهمين؟ السالفة إن أبوي هو اللي دفع الثمن، دفع ثمن حقارتك أنت وسعد. أنا لا يمكن أشوف أبوي كذي وأسكت، لا يمكن أشوف أبوي قاعد يتعذب قدام عيني وأسكت. ما راح أسكت يا فاطمة. أبيك تكلمينهم بنفسك، مو يتأخرون على الاجتماع. حاضر مسيو. أنا الحين بروح المشروع وأرجع بسرعة. أوكي، مسيو جاسم ناطرك من ساعتين، بدي إياك بموضوع شخصي. هلا والله. هلا أستاذ عبد الله. تفضل، إيش عندك؟ بصراحة أستاذ أبيك بموضوع بس ما ينفع نتكلم فيه وإحنا واقفين كذي. إي بس أنا ما عندي وقت. أخذ موعد من جمانة وأنا راح أقعد معك مرة ثانية. 10 دقائق من وقتك أستاذ، ما راح آخرك. ترى صدق ما عندي وقت. جمانة، أخذي له موعد. أوكي مسيو. ألو. سوري مسيو جاسم بس اليوم بالذات كثير مشغول، بتحب اخذ لك موعد بعد بكره؟ هلا سعد، وينك؟ انا بالبيت. ليش؟ صاير في شيء؟ اشوفك مختفي عقب ما خذيت المعلومات من كمبيوتر صالح، لا حس ولا خبر. ايه وانتي صادقة، انا انشغلت شوي ولهيت. انزين قول لي ايش صار معك؟ ابد ما صار شيء. ما صار شيء؟ ولا ما تبي تعطيني حقي يا سعد؟ تصدقين ضحكتيني وانا كلش ما ودي اضحك. انت يبا مالك شيء عندي، ايش قاعده تقولين؟ عادي، كنت متوقع راح يكون هذا ردك. اني اتعامل مع واحد نذل وحقير وسافل. بس 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 كافي كافي. سمعي، ترى انا مو مجبور اسمع الكلام هذا اللي يضيق الخلق واللي يخلي الواحد نفسيته تتعب وتقلب وتلوع كبده. سمعي، تبين تعلمين عبد الله اهلا وسهلا وروحي قولي له، تبين تعلمين ريلك هم اهلا وسهلا وروحي قولي له، انت علميهم وانا راح اقول لهم كل شيء صار بيننا. يلا يبا تشاو. حيين يا سعد، إن ما علمتك درس ما راح تنساه طول عمرك، ما راح أكون أنا فاطمة. حيين. يلا أنا ثواني وراح أكون عندكم. لا أنا كاني مسافة طريق، راح أكون عندكم بالموقع. إيه لما هي هناك نتفاهم. يخلص الله طيب. مساء الخير ريم. هلا جاسم. جاسم ريم شكلها اليوم مزاجها مو اوكي، خلها وقفه. اي مزاجي مو اوكي. ماشي، عن اذنكم. اذنك معك. ها ارتحتي الحين؟ اي ارتحت ارتحت طبعا اكيد برتاح. هذا شلون ما عرفته؟ ليش يعني؟
كم مره قلت لك ان عبد الله وامه يستغلونك؟ بس طبعا انت ما تصدق كلامي. ليش انا اكره سلمى؟ هذا طبعا باعتقادك انت. انا اقول هالكلام بس تدري شلون؟ انا مستانسه. اي مستانسه. مستانسه لان الامور اتضحت لك. بس ما راح اسكت. ما راح اسكت يا فاطمه. عبد الله لازم يعرف انه ارتكب اكبر غلطه في حياته يوم اتهمني ان انا خنته. وش راح تسوي؟ شلون تخلي عبد الله يعترف بغلطته؟ صالح ترى انت كاسر خاطري. انا ما احب اشوفك شيء ضعيف ومهزوز، وبعدين معاك. ايش تبيني اسوي يا فاطمه؟ تبيني اسكت؟ ولد اخوك قاعد يتهمني اتهام باطل، تبيني انطم واسكت؟ لا طبعا. من قال لك تسكت؟ انا قلت لك اسكت؟ لا طبعا. ايش قصدك؟ فهميني شو اسوي؟ انا ابيك تعرف انك كنت غلطان يوم وقفت ضدي. بس انا ما اوقف ضدك يا فاطمه. بلى يا صالح. بلى. انت وقفت ضدي. يوم انك ما وقفت معاي معناته وقفت ضدي. ما دافعت عن حلالي وحقي. ما رديت لحلالي منهم. هذا انت. شوف حالك الحين. قاعد تدفع الثمن. يعني يا عزيزتي الغالية هذا راح يصير أغلى ممري بالدنيا كلها. أنا سجلنا ممري كارد ومو بالعين شيء، بس هذا يكلف آلاف وملايين. أنت وايد متفائل. متفائل وبس؟ كل مستانس طاير من الفرح. الأرض مو شايلتك. الإحساس الداخلي فوق محلق بين السماء والكواكب. واحد يبي يلعب بالملايين وما يستانس. واحد بيدخل على مناقصات وفلوس ما يستانس. انت تدري هذا الممري لو انا قدمه حق الشركات اللي موجوده بالسوق، والله خير ما شاء الله، كلهم يتمنون الخير لشركه عبد الله. انا هذه المناقصه لو اقدمها حق اقل شركه موجوده بالسوق بتعطيني ملايين بس علشان ترسي علي المناقصه. وانت جاي تقولين متفائل؟ ايوه متفائل ومستانس. زين انت تكلمت معاهم؟ اتفقت؟ وليش؟ انت عبالك انا مالي ايد في الموضوع؟ انت عبالك انا ادخل روحي بمشاكل وبيني وبين السجن اشعره؟ ايش علي؟ اكيد متفق ويا شركات، مو بعد شركه واحده، شركات ثانيه، وكل واحد يقول الزود عندي بس يبون مني الممري. ايه؟ انا اهم شيء عندي ان صالح ما يعرف ان انا اللي بطلت الكمبيوتر. صالح اشتراه، ما حد راح يدري بالدنيا الا انا وانتي وهالاثاث بس. من يبي يدري؟ ايش فيك الله يدعك انت؟ نام الممر الحين وياي. لا فيه. انا سمعت كل شيء وراح اقول حق ابوي على اللي قاعد تسوونه انتوا الاثنين عشان اعرفكم حقيقتكم، بالذات انتي. انتي ابوي لازم يعرفك عدل ويعرف زوجته العزيزه ايش قاعد تسوي من ورا ظهره. نورا نورا اسمعي، عبد الله كان وايد مشغول وما شاف جاسم. زين ارد اكلمك بعد شوي. مع السلامه. تحاكين منو؟ ابوي رد كلمني بنفس الموضوع مره ثانيه. المهم ما عليك مني، انتصار معك. دقت علي سلوى قالت لي ان عبد الله كان وايد مشغول وما قدر يشوف جاسم. قمت انا خذيت منها رقم جاسم ودقيت عليه قلت له كل اللي بقلبي. ايش قال لك؟ ما اعطيته مجال يتحكى، قلت له كل بقلبي سديته بويها. الله يستر لا اسوي لك مشاكل. يخسي يسوي لي مشاكل، لا حبيبتي كلامي كان واضح معاه. شوفي اذا تبين ترتاحي من الموضوع هذا كله سمعي كلامي وقطعي الاتك بسلوى، لان هي اللي جابت لك المشاكل هذه كلها. لا نور عاد مو لهالدرجه يعني. صدق سلوى غلطت بس يعني مو لدرجه اني اقطع علاقتي فيها، شكو. خلاص كيفك؟ تدرين شلون؟ انا غلطانه جاي اتكلم معك. شوف صالح أنا عارفة أن نفسيتك تعبانة ومتحطم من داخل، بس أنا الوحيدة اللي قادرة أطلعك من اللي أنت فيه. مو بس هذا، أخلي عبد الله يدق عليك ويقول لك حقك علي وأنا آسف. شلون يا فاطمة؟ لا تحيريني، قولي كلام غير الكلام هذا. أنا متأكدة من كل كلمة أقولها. خلاص دريت. بنت الصمود عدل؟ لا
صمود ما لها علاقة في الموضوع ولا راح أدخلها بالسالفة. عيل منه يا ننتيني تحكي. قبل لا أقول لك أي شيء أبيك تعطيني وعد إنك توقف معاي وترد لي حقي من سلمى وولدها. والله شوف يا فاطمة، إذا كلامك صحيح مستعد أوقف معاك لما تاخذين آخر فلس منهم، إيش رأيك؟ وعد يا صالح؟ وعد يا فاطمة بس تكلمي. إنزين الحين أقدر أقول لك منو اللي حطك في هالموقف هذا؟ منو؟ سعد ولد أختم راشد. سعد؟ سعد إيش دخل بالموضوع؟ وسعد من وين ياب المعلومات الخاصة بالمناقصة؟ شلون فهميني؟ صالح أنا بقول لك السالفة بس ما بيك تفهمني غلط ولا أبيك تزعل. تذكر سعد يوم كان يبي يتزوج شهد زارني كم مرة البيت، كان يبي يحاول يقنعني في الموضوع، ومرة طلب اللابتوب وقال لي بيطرش منه إيميل. إيه وأنت طبعاً ما قصرتي عطيتي اللابتوب مالي عدل ولا لا؟ وريال دش على ملفات الشركة وأسرار الشركة عدل؟ بصراحة ما خطر على بالي هالموضوع، بس لما صارت المشكلة تأكدت أنه هو السبب. شو تأكدين؟ شو الكلام قاعد تقولين يا فاطمة؟ هذا اللابتوب خاص فيني، خاص بالشركة، خاص بشغل الشركة، أسرار الشركة. إيش دراني يا صالح؟ هذا اللي صار. ما أدري إيش أقول لك يا فاطمة. شلون أفهم عبد الله أن سعد أخذ ملف المناقصة اللي مقدمينه حق الشركة المنافسة؟ أترك موضوع عبد الله. موضوع عبد الله أنت أنا بحله. هلا عمتي شلونك؟ حسافة يا عبد الله. الحين إذا ما تسوي خاطر حق صالح، صالح اللي خدمكم طول هالسنين لك الحين ومن أول حق أبوك وإخوانك، على الأقل سوي خاطر حق عمتك، عمتك أمرتك. عمتي إذا قصدك الكلام اللي قلته حق صالح فأنا أنت غلطان يا عبد الله، وغلطان غلط كبير. لو تلف الدنيا كلها ما تلاقي إنسان مثل صالح ولا بوفاء لكم. صالح تدريش كثر يحبكم، وعلى فكرة خلني أقول لك مو صالح اللي غدر فيك، اللي غدر فيك سعد ولد خالتك. عمتي حبيبتي أنت هدفك تدافعين عن ريلك ولا شنو؟ أنا ما دافع عن أحد يا عبد الله، الموضوع ما فيه. سعد أوهمنا أنه يبي يتزوج شهد وكان يدش عندنا البيت، ومرة من المرات طلب اللابتوب مال صالح، الظاهر دخل على المعلومات مع المناقصة وخذاها. بس صدقني صالح ما يعرف السالفة، وأنا وشهد بعد ما كنا ندرش السالفة. صالح تونا قلنا له الموضوع، والحين احنا عرفنا هو ليش كان يبي اللابتوب. زين عمتي. هلا يبا حياك. السلام عليكم. السلام. شلونك يبا؟ الحمد لله. شو اخبار؟ هلا نوره شلونك؟ انا وابوك وصلنا الى حل وقررنا ان نبلغك فيه، علشان كذي اصر ان نقابلك. حل شنو؟ اقول له ولا تقول له؟ تكلم انت يا بريد. يا نورة أنا ما أقدر أتم بالديرة لأني مطلوب للشرطة، وحتى لو قدرت أعيش برا أنا محتاج فلوس، علشان كذي أنا بتعويض على الخسائر اللي خسرتها. تعويض؟ كم تبي؟ يبا أبو ريم اقترح أن أنت وبنت ريم نازون عن حصصكم الورث له، وترى أنا اللي أقنعته ينسى حصص عيالكم لأن عبد الله ما راح يرضى بهالشيء. وأنا وافقت على اقتراح أبوك، حصتك أنت وريم وما أبي أكثر من كذي. زين أنا ما عندي مانع، بس ما أدري عن ريم. في نقطة غايبة عن بالك، أنا وريم حصصنا مو كلها فلوس. بالنسبة لريم ما هي مشكلة، أنا مستعد أقنعها، لكن
حصصكم مو كلها فلوس، هذه مشكلتكم، شلون تحولونها انت وكيفكم. خلاص انا وعدك اتصرف بهالموضوع، بس ابيك بعد توعدني ان اذا سويت لك اللي تبيه ما تاذي عبد الله ولا تفكر حتى انك تجي صوبه. هذه عاد ما اقدر اوعدك الين تنفذون طلبي. ولا تنسين كل اللي انا فيه سبته عبد الله، ما راح اتركه لين احصل جزء من اللي خسرته، وانا بعيش برا يعني محتاج فلوس، فهمتي ولا لا؟ هلا عمري، هلا حياتي، تقبريني يدلي انا انتي حياتي. تدريني انا ايش كثر مشتاق لك اليوم، بس اخ لوم الظرف اللي طلع لك، مو مشكله نعوضها المره الجايه. زين ما قلتي لي اليوم اني اي اشوف ابوك، تغير الموعد، في شيء صار، وانت شنو رايك بالموضوع؟ لا 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 تحاولين، انسي انسي، لا لو مو لو كلام غزل تقولي ما راح اقول لك ليش جاي، اخلي ابوك بروحه راح يقول لك. يلا لحظه عمري، كنا مال المطعم وصل، خليني اشوف الظاهر مال المطعم وصل. تعال فيصل. هو هلا، ايش فيك انصدمت؟ شايفيني؟ لا بس هذا مو عوايد عبد الله ولد خالتي يزورني البيت، غريبه. ويهيتك هذه مو يهية عادية، شنا في أحد مشيشك علي؟ تتوقع من مشيشني عليك؟ ما أدري، يعني عطني اسم. ما أدري، اللي يكرهوني وايد، يعني أنا بحافظ منه ولا بخلي منه؟ يعني أنت تتوقع اللي يكرهونك هم اللي محرضين عليك؟ تتوقع أنك تدري أنا ليش هنا؟ أنا هني علشان المناقصة. أي مناقصة؟ سعد لا تصير علي ذكي، أنا عارف كل اللي سويته، وأنا الحين جاي هني علشان نتفاهم ونتفق. نتفق ونتفاهم على شنو؟ نتفق انك راح توقف معاي ولا ضدي. انا ناوي اقدم طعن بخصوص المناقصه، وانت الدليل اللي يثبت لكل اللي صار لعبه. يا توقف معاي وانسى اللي سويته، يا توقف ضدي حزتها انا ما راح ارحمك. انت ايش قاعد تقول؟ ايش قاعد تخربط؟ انا ماني فاهم، انا مالي علاقه بالامور هذه كلها اللي قاعد تقولها. لا يا سعد فاهم، اسمعني انت، لانك ولد خالتي انا ما راح اشتكيت عليك، بس اذا ما راح توقف معاي راح اتعامل معاك معامله ثانيه، وكل شيء بيدك. سامحيني يبا، ما كان ودي احطك في هالموقف هذا. تعرفين ابوك اخر شيء تهم على فلوس. ادري يبا، ادري واثقه من هالشيء. ايوه ابو ريم ورط نفسه بمشاكل وايد ما يحكم عقله، علشان كذي خسر كل ما يملك بين يوم وليله. فوق هذا كله الشرطه يلاحقونه، اي واحد في مكان ابو ريم ممكن يسوي اي شيء. عشان كذي انا طاوعته. أنا عبد الله عندي أهم من فلوس الدنيا هذه كلها، ولو المشكلة بتنحل بهالطريقة أنا موافقة. ما شاء الله عليك، طول عمرك عقلك كبير وذكية. الله ينهي السالفة هذه على خير إن شاء الله. اللهم آمين. يبقى أنا بمشي، أنا طلعت بدون لا أقول حق أحد، وما أبي عبد الله يرد البيت وما يلقاني. على خير إن شاء الله، بس عاد ما يحتاج أوصيك، استعجل شوية عشان خلص بها. لا توصيني يبا، إن شاء الله، إن شاء الله، توكل على الله. حياك الله يبا. أنت ليش متراضي تصدقني؟ كأنك حلمان حلم وياي تقول يا سعد تعال فسرة، أنا مالي شغل بكل هذا اللي قاعد تقوله. سعد بس تكذب عاد، احترم نفسك، أنا ما كذبت عليك. لا تقعد تقول كذب، انا عمري وحياتي ما كذبت عليك لا بكلمه ولا حرف. وتعال مو تقول انا متورط بالسالفه، شنو دليلك؟ عطي دليل يثبت اني انا متهم في هذا الموضوع. ماكو دليل اكثر اللي قالته عمتي، لان ما حد يدري عن المعلومات والعرض غيري انا وصالح، وماكو سبب انك تاخذ اللابتوب غير انك تدري المعلومات والعرض هناك. مو صحيح. لا صحيح، لانك تدري وتسويها. احترم نفسك عن الغلط، هم ببيتي وتغلط. الباب يا سعد جمال، قوم اطلع برا عاد. يلا يلا برا. ممكن اعرف شنو هذا؟ انت ظاهر تماديت وايد،
ماهر تبين اطلع من طوري واذبحك هني، فقوم رجاء لا توصل فيني هالسالفه وقوم اطلع برا البيت. يلا برا. انا راح اطلع مني بس الطريق هذا انت اخترت. انا اخترت. يلا 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 برا. يلا 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 اللي ناقص بعد. لا ها نورة حبيبتي، أبوي ما رح يكتفي باللي بياخذه مني ومنك. ريم أبوك يبي يسافر، فأنا من رأيي إن إحنا نعطيه الفلوس كلها ونرتاح. أبوك أيس وبهالحالة هذه ممكن يسوي أي شيء. حتى لو وافقت شنو بنقول حق عبد الله؟ صراحة موقفنا وايد صعب، لأن حصته وحصتك من الورث معظمها أسهم في الشركة. يا ربي بدل أن نوقف الشركة على ريلها نقوم نبيع أسهمنا. عندك حل ثاني؟ لا ما عندي حل. بس شنو المبرر راح نقوله حق عبد الله على بيعة الأسهم هذه؟ عندك حل حق هالمشكلة؟ لا أنا ما عندي، بس إحنا لازم نفكر عشان نعرف إيش بنقوله. يا ربي يعني فوق ما صمود خذت البيت وحامل وعبد الله ما يشوف ولا واحدة غيرها، نبعدها عنه أكثر وأكثر. ليش؟ بس احنا قاعدين نسوي هذا كله علشان عبد الله. تقدرين تقولين له هالكلام؟ لا انا ما اقدر اقول له لاني ادري انه ما راح يوافق. خلاص عير لازم نشوف لنا اي مبرر، ولا كذي راح يعتقد ان انا وانت متآمرين ضده. اي واحد بالدنيا راح يفكر كذي. اشوف عبد الله ما اتصل. اعطى فرصه يا صالح، خلي يتأكد من الكلام اللي قلناه. ترى مو سهل عبد الله يتأكد ان سعد هو اللي سرب المعلومات. وانا متأكدة ان سعد ما راح يعترف له. كذي ما استفدنا شيء. يعني شوف صالح، انا اللي اعرف ومتأكدة منه ان عبد الله ما راح يرتاح ولا يهدى على بال الا ما يكشف سعد. ما ادري ايش اقول لك، مع اني مو متفائل لكن ان شاء الله يطلع كلامك صحيح. شنو مشكلتك مع الاخ سعد؟ وليش تبي تقدم بلاغ ضده؟ سعد هذا ولد خالتي ودائما يتردد علي الشركه لانه يصير لي، يدري شنو مشاريعي، شنو شغلي، شنو بسوي. وحزه اللي كان ييني كنت انا مقدم على مناقصه كبيره. ما ادري شو اخذ المعلومات وداها حق شركه المنافسه. والفلوس اللي عنده بالبيت تثبت انه هو متورط. انت ما صدقك ولا قاعد تغشمر؟ بلا قاعد تغشمر. حضرت الضابط هذه اخرتها، هذه اخرة الزمن، ولد خالتي اي يشتكي علي. حضرت الضابط دام خربت يبقى انا بعد بقدم بلاغ على ولد خالتي. هذا الريال غلط وسبني وطول لسانه وقام يطق وقام يتناجر ويهاوشني ولا فوق كل هذا. يا حضرة الضابط خذ فلوسي، اقول يا ابن الحلال خلهم. كل هذا ليش يا حضرة الضابط؟ بس علشان اشهد وياه بالمناقصة. ترضاها يا حضرة الضابط؟ ترضاها الله عليك ترضاها؟ انا اخر عمري اشهد شهادة سور، ترضاها؟ لا طبعا ما ارضاها. تصدق انا عمري ما شفت بقعتك؟ احترم نفسك، شنو هالكلام اللي قاعد تقوله؟ هذا قدام حضرة الضابط تقول هالكلام؟ الله يعلم انت من وراه شو مسوي. ترى انا ما اسمح لك انت تسمح يا حضرة الضابط انه يتلفظ علي في هذه الكلمات. تسمح؟ اخ عبد الله اهدى شوي. طال عمرك انا اعرفه عدل، هذا واحد نصاب. اخ عبد الله اهدى شوي، احنا راح نحقق بالبلاغين وراح نشوف، وكل واحد فيكم بالقانون راح ياخذ حقه. اتمنى القانون ياخذ مجراه عشان كل واحد ياخذ حقه. حضرة الضابط اتمنى. لو متصل فيني قبل ما تبلغ عنه الشرطة كان احتمال لقينا له حل ثاني. حل ثاني نفس شنو؟ يعني على الأقل كان ساومناه. هالأشكال أنا أعرفهم عدل، ما ينفع معاهم. بالله عليك هذه أشكال؟ هذه أشكال أنا أساومها؟ من فوق لابس شتوي من تحت صيفي؟ مينونة بعدين؟ هلا خالد. هلا والله. زين رديت يا معود؟
صار لي ساعة أدق على السكرتيرة تقول لي مشغول، وأنا جدا في موضوع خطير أبي أكلمك عنه وما يحتاج تأخير. عبد الله درب إني أنا مساعدكم عشان المناغصة، وراح المخفر واشتكى علي، والمخفر تحفظوا على الفلوس وقاعد يحققون بالسالفة. علشان كذي قلت أدق عليك، ترى أنا بروحي ما أقدر أواجه عبد الله، فلازم تساعدوني. وأنت وين الحين؟ أنا بالبيت وتوني راد من المخفر. انزين انزين، خلك في البيت ولا تتحرك ولا تسوي أي شيء إلا تشوفني. ماشي طال عمرك. حاضر. يا هلا. هلا. الو، هلا سالم، انت وين؟ المهم اترك كل شيء بيدك وتعال للشركه ضروري الحين ابيك. يلا بقى. لو عبد الله مصدق كلامك كان يا واعتذر. ابيه ويعتذر منك ويترجاك عشان ترد الشغل. علاش ما يا للحين؟ صمود تقول للحين ما رد البيت، معناها للحين مشغول، اكيد بييلك يا صالح. ويمكن راحك سعد، وسعد نفتهم عن نفسه، وعبد الله ما لقى على اي دليل، وللحين على باله ان انا سربت المعلومات. لا تقعد تخمن من روحك يا صالح، اذا ما يلك اليوم بيه باكر. تبي شيء يبا؟ لا يبا، ما بي شيء. صدقيني فاطمه، البنية هذه بس تشوفنا قاعدين توقف من بعيد وتتسمع. ما أدري، أحس إن عندها شيء بتقوله وخاشته عنا. ما في شيء خاشته بنتك. الموضوع ما فيه إن بنتك فضولية، لا أكثر ولا أقل. بس على فكرة صالح، هذه العادة أنا ما أحبها. هي لازم تعرف إن هذه عادة سيئة وشيء غلط اللي قاعدة تسويه. فاطمة لو سمحتي، مليون مرة قايلش بنتي حساسة ولا تضايقينها. خلاص 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 خلاص. لا أضايقها ولا شيء، حقك أنت وبنتك على راسي من فوق، زين؟ قوة. هلا يما هلا. شوف البيت هادي ما في أحد. تبي ينطرونك هني؟ كل واحدة دشت دارها، أنت وايد تأخرت. إي صح، أنا وايد تأخرت. الشركة فيها مشاكل؟ اوه يما ما بعور راسك. اخوانك وابوك الله يرحمهم كانوا يعلموني بالصغيره قبل الكبيره. بس انا ما راح اقول لك عن مشاكل الشركه، لان مشاكل البيت مكفيك. ولو انك ما اقنعتني بس يلا بمشيها. ايش رايك فيني اعرف لك؟ ها. اوه هلا مها. عدل عدل عدل. هلا عبد الله. لا انا كذي مطمن عليها. مشكور. ليش ما تدبوسها؟ ماخذه على خاطرها مني. مني انا؟ ايش حقه؟ مها لو ما تحبك ما تضحي بنفسها علشانك. وأنا متأكد من هالشيء. يا ما هذه بنيتنا، دير بالك عليها، اسأل عنها. وهي علشان تي متضايقة؟ لا خالتي شوي تبالغ، مو متضايقة. أنا أبالغ يا العيارة، لأنك أنت واقف الحين مستحية منك، بس بيني وبينها اللي بقلبها تقوله. لا تحاتمها، من اليوم ورايح أنا ما. هاي 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 هاي، شنو هذا؟ حبيبي عبد الله، لا تعطي وعود أنت ما راح توفي فيها. أظن سمعتي الكلام اللي قلته حق أبوك، أن سعد هو اللي ورطه. ما له داعي تقعدين تجسسين عليه. بعدين أنا تهمني مصلحة أبوك. بس أنت قلتين عن سعد، ما قلتي لعنك. وأنت إيش راح تستفيدين لما تعلمين أبوك عني؟ عشان يعرفك على حقيقتك. ترى أنت تجاوزتي حدودك معاي. إذا ما رديتي حق عقلك بخلي حالك حال هالخدم اللي في البيت. ليش وأنا شنو؟ انت متزوجتي ابوي وانا خدامه عندك بالبيت. لا مو بس كذي، شغلتيني عندك بالصالون بعد. انت ما خليتي اي طريقه تهينيني فيها الا وسويتيها. انت للحين ما شفتي شيء،
إذا ما رديتي حق عقلك بخليك تشوفين شيء عمرك ما شفتي، عمرك ما شفتي. لا بالعكس، لو قلت حق أبوي اللي قاعد تسوينه راح يطلقك، ووقتها راح أفتك منك من اللي قاعد تسويه فيني. جربي جربي يا شهد وبتشوفين شيء عمرك ما شفتيه. سمعي، أبوك سنين وهو يركض وراي أو يقنع فيني عشان أتزوجه، يعني راح يدور لي ألف عذر وعذر عشان يسامحني. إياني وياك سمعت شو تقولين هالكلام مرة ثانية؟ سمعي يا شهد، أخليش تكرهين الدنيا، أخليش تلعنين اليوم اللي مولدتي فيه. سمعتي؟ يعني ما راح أرحمك.